مستحيل مستحيل، ما راح أتركك تروح لهنيك يا فكري بيك أبدا أبدا. هذا الموضوع صار بالنسبة لي موضوع كرامة، لهيك المفروض روح شيماء خانم. لو سمحتي لا تحاولي تنعيني. بس أنت ما بتقدر له. يعني إذا كان مكتوب إنه موت فأنا رح موت بكرامة ومرفوع الرأس. قديشك بطل شجاع. هلأ هي رح تكون معركتي الأخيرة ولازم أكون شجاع. فكري فكري بيك فكري بيك لوين؟ على المعركة. راح. يا الله شو هالحظ. والله إذا أبوها للبنت خاف وما خبر الشرطة تبهدلنا نظامي. هدول هنن. فينا نشوف هويتك يا سيد؟ لو سمحت اعطينا هويتك بسرعة. هوية شو اللي بدكم اياها مني بعدين؟ مين انتو؟ شوف نحن الشرطة، هات هويتك يلا بسرعة. تمام لحظة. شي ظريف. الله يوفقكم ويقويكم لخدمتنا. يلا خدوه زتوه بالسجن ليتعلم شلون يهددني. ايه في شكوى بحقها. يلا امشي معنا بلحق. يلا شكوى شو هاي اللي بحقي؟ مين اللي اشتكى علي؟ جاوبوني ليكون هذا السلم اللي اسمه فكري. حدا يفهمني يا جماعة. تفهموني. يلا قدمي شكوى بحقك. تهمة خطف الولاد وطلب فدية. لك ولاد شو وفدية شو؟ مو معقول انتو شو عم تقولوا؟ والله انا مستحيل اعمل هيك شيء. امشي خلصني وحاجة حكي بقى. وهيك خلصنا منه لهالهم وصار فيني روح لعند شيماء وما اهتم. خليه يتربى شوي لهالواطي. يلا اوه ان شاء الله ما تطلع من السجن بحياتك. والله ما بفكر بهالشيء. شباب كيفكم؟ معي تليفون للبيع بتشتروه؟ لا يسلم ليك لساته جديد. شوف بس محتاج شويه مصاري ومطلع على بيعته. قد حقه؟ قد ما بتدفع. يلا